في الحوار في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. ها في شنو؟ ما شفت ازدهار مرت اخوك رمت لنا الوساخه جنب الباب. شوفي اسمعي كلامي ده شيل وساختنا وساخه الجيران وساخه العله اللي جت كبيها لهم جوا انا اشوف المشكله دي حدها وين. سامح امشي سامح دي النسوان البلوله اخوي وعيب تتدخل فين عيب والله. اسمع هنا العيب انتوا لابسينه هدوم ومرتك دي انت اللي بتحرشها مليوه. يا زول ما تخاف ربك انا كلام كثير ما عندي لكن مرتك دي ألقاها في وجه بيتي إلا أقتلها وأدفع لك ديتها. والله وطالله المرت اللي قالها قدام بابي ده إلا أقتلها وأدفع لك ديتها. يا أخوي والله مرتي أنا بتضرها جوا البيت وما بتخلي لكم المناسبات وكان هبشتها والله إلا تلوم نفسك. درت تسوي جناب ليوة؟ لا أنا ما بسوي. البلد دي فيها قانون وإن اتعديت أي زول القانون بيوقف عند حده. كويس يا مليوة تشوف البلولة يا صدق شنو بيسوي فيه انت بتخيل؟ في شنو؟ عاد بيدخلك في مشاكل النسوان هنا. يا اخي وريك حاجة دين بعرفهم دين جيران انا بعرفهم واخير عدم جيرتهم زادة. يا زول نسوان مش شاكلهم في بعض لما انت تخش بيناتهم بتفقد وغارك هذول. وغار شنو؟ يا اخوي اسمعني هنا مش مرض مليوة دي؟ ضربان جلس خطاتها المرضي ضربان جلس خطاتها لكن طلاهي والله يعلم فيها الا تبقى اقتلها وادفع ديتها. عزوم قول بسم الله يقول كلام غير ده. انت دايرك مشكله مع اخوك ولا شنو؟ يا هو كلام والله لكن ده نفسك في الدبيخ مبالغه اصلا والله ده من زوجك بس بدك يعني عندك ستيرات كده ده بعرف جاي من وين. بس ما كنت ماشي كويس معاك يا راجل في كبسه بيجوا معايا عيش وليه ما بيجوا معايا عيش بيمنع شنو؟ بيمنع الكبسه اللي بياكلوها زي على الرز ده بلا ما تشبع لازم تاكل معاه عيش عشان تشبع. يلا دار اقول لك شنو؟ انا هسي بعد المره ما ابغى انشع على دعاء. قبل ها؟ ما شاء الله عمل الحقوق كلاوي. كلاوي؟ دعاء بجد حبيبي الحقوق الحي. انت مرتي محوسه ولا شنو؟ لازم نحن مش عارفين نو؟ يا اخي دي ما شفنا انت هتعرف الصراحه هنا كم يوم؟ سبحان الله. مليوة كيف؟ يا زول الله يجيب كلام بتدق الباب التضيب ما تخش لجوا. يا زول انا دخلتي خلي انتوا غداكم بشنو؟ عادي انت بتزعل من الغدا مالك ضيف ما تشيل في البيت بتاكله. لا اخوي شوف لك غدايا مدنكل خدته في عمود ورحك عليه الزول. لا الزول يا تو كمان افضل البلوله يا زول مالك انت البلوله ده عيان الحله دي شجعته الا نحن. يا اخوي البلوله انا مالي ماشيله مطبوح بيني وبينه كلب خليه ياكل ناره. ياكل ناره كيف يا زول الكلام ده عيب يا زول يا اخي لازم نمشي ونقيف معاه. يا فضيل البلوله ده زول محري وانت عارفه فكان مشان على بيحرجني. ما بيحرجك يا اخي احرجك كيف يعني وكان احرجك احنا الحله دي تشتنا قاطعوا ليك والحله ذات على اللي قلت عارف الكعب فيكم منه اكان كدي خير خشوا على خشوا على البيت جوا نشيل عمودنا ونمشي عليهم. فرح مرحبا الله يبارك فيك حبابكم حبابكم البلوله مرحبا الله في ضيف مرحبا الله يبارك فيك الله يبارك فيك منك على السلامه مرحبا مليوه والله مرحبا الله تفضل السلام تفضل الله يسلمكم المويه المويه يجيكم نسي المويه الله يبارك فيك ثلاثه الحمد لله ماشي كويس تمام الحمد لله الحمد لله قالوا لي يقول اي حاجه لا والله وشك لا تفتح الحمد لله والله الله يبارك فيك دشنا مليوه والله يا البلوله اخوي يقول لي نجيك بالغدا وبكره كرامتك علينا كرامة قومتك ان شاء الله باذن الله. فضيل اخوي ده عليه العيش. لا عن هنا مليوة. فضيل ده ما عليه اي حاجة. باقي الملتزمات علي انا والكرامة ما تنضبط هنا.
تنضمع في بيتك عم ليوة. تعال كلام وانا بجيكم زول طقه بس. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة بين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى.